قال الله عز وجل مؤكداً إن أولا، فجاءت الكلمة أول لتشدك حال الاستماع، ما هذا الأول؟ إن أول بيت وضع، إن أول بيت وضع للناس، فلم يبين أنه محصور في قصده لطائفة دون طائفة، بل هو لمن آمن بالله عز وجل كما بينت الآيات الأخرى والأحاديث من الناس. إذن عموم رسالة ما يدعى إليه في هذا المقصد من العبادة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، والبك فيه دلالة الزحام، فكان هذا اسما من أسماء مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. تأمل هذا البيت، أعني الكعبة والبك الذي حوله يحصل حال الطواف. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، عموم البركة التي تؤخذ لمن قصده، إذ قال مباركا. وتأملوا في اسم الفاعل هنا وكيف بين العموم هنا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، وأطلق الهداية هنا، فهو يهدي لمن قصده، ومن قصده يحصل له الاهتداء في أمر الدين وفي أمر الدنيا، منافع للناس في الدنيا ومنافع للناس في الدين. ويا لله ما أروع الكلمة التي بعد هدى، عموم من يستفيد من هذا الهدى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول طرق لأذن السامع وهو يستمع هذه المعلومات عن هذا المكان، إنه ليتبادر أمامه سؤال: أين هو؟ كيف آتيه لتحصل لي البركة وليحصل لي الاهتداء